السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الجمال في كل مكان، وحشتوني جدا جدا جدا، ويا رب تكون أجازة العيد عدت عليكم بخير وسلام، وما كلتوش لحمة كتير عشان ما تتخنوش قوي. علشان النهاردة زي ما وعدناكم في قعدة الدكاترة، القعدة هتبقى حلوة جدا 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 النهاردة. في البداية حابب بس أبارك لكل الناس اللي نجحت في الثانوية العامة، وعايز أطمن الناس اللي جابت مجموع مش قوي أو مش زي ما هي عايزة، إن النجاح مش لازم يكون بالدرجات، النجاح في إنك تكون شخص ناجح، يعني ناجح في المكان اللي هتبقى فيه بعد كده، ناجح في حياتك، ناجح كشخص، مش ناجح بدرجة أو تقييم الناس ليك أو كده. وإنت اللي هتفرض نفسك وهتثبت نفسك بعد كده في الحياة في كل المجالات. وزي ما إحنا معانا ناس ناجحة وفي كل المجالات، ناس قاعدة معانا، يعني مش لازم تحكم نفسك في مجال واحد وتقول هو أنا ليه ما نجحتش في ده وحياتك تقف. لا، كمل وشوف طريق جديد ومرحلة جديدة وامشي بيها. المهم انكم وحشتوني جدا ومبسوط معاكم النهارده، وزي ما عودناكم على المفاجآت الجميله، يعني في بدايه البرنامج برحب بزميلتي واللي هتقدم معايا البرنامج، الاعلاميه الجميله الجامده جدا ناهد عوني. يا رب تكون مبسوطه معانا النهارده. اهلا بك يا ناهد. اهلا بك يا احمد، انا مبسوطه طبعا، وميرسي ليك وميرسي على المقدمه الجميله. طبعا نحب نرحب النهارده بالضيوف اللي معانا. طبعا استاذه اماني احمد، اخصائيه علاجيه، اهلا وسهلا بيكي. ونرحب بالشيف دعاء الرعي، استشاري مشروعات غذائيه. ازيك يا شيف، عامله ايه النهارده؟ بقى عامله لنا ايه في المنيو؟ عاملين كوكيز، استبل شوكليت كوكيز صحي. اوكي. وعاملين شوربه بطاطا بالحبهان وحليب جوز الهند. حليب جوز الهند؟ عاملين شوربة بطاطا بالحبهان وحليب جوز الهند. وعاملين كمان ايه تاني؟ هو عاملين سلطة بالسلطة بسيطة خالص بالقمح المجروش، اللي هو قمح البليلة. دي سلطة عادية خالص، سيمبل خالص. لا ده هيلسي، الواضح ان هو اكل هيلسي جدا، لان معانا دكتورة دايت يعني. المين كورس او المين ديش بتاعنا اللي هو فراخ معموله بالكاري، تشيكن كاري، برضه بحليب وجوز الهند. انا سامع حليب جوز الهند كتير يعني. ده خلاف يعني، هو كل الفكره ان الناس لما تشتري حاجه تبقى عارفه هي هتستخدمها في ايه. تمام. طبعا الدكتوره طبعا هي اللي هتقول لنا. استاذه، هو انا اقصد يعني ايه، مش هشتري حاجه واعمل بيها حاجه واحده، هشتري حاجه واعمل بيها حاجتين ثلاثه بس. استاذه اماني احمد، طبعا انت ليكي تعليق اكبر. ليا تعليق على حاجتين. اوكي، ممكن تكلمينا. يعني كل المواد طبعا ما شاء الله هي جايبه حاجات جميله جدا، بس انا هعلق على حاجتين لفتوا نظري. الجريش او الجريشه زي ما بيسموها في الدول العربيه. تمام. وحليب جوز الهند. حليب جوز الهند هبتدي بيه. اولا هو عند يعني في عناصر كبيره جدا في حليب جوز الهند، العناصر دي اهمها الفوسفور. فالفوسفور وفيتامين بي ومجموعه عناصر فيتامين بي الحقيقه، يعني مش فيتامين بي بس، واهمهم فيتامين بي اللي هو حمض الفوليك اللي هو بي 9. اوكي. فالحليب جوز الهند اللي هقوله ده هقول عكسه تاني دلوقتي. ليه؟ لان انا بستخدمه في حالات السمنه وبستخدمه في حالات النحافه. اوكي، تمام. فالنهارده هي بتستخدمه مع عناصر، هي جايبه الاكل كله هيلثي بصراحه يعني. بس طبعا الكوبايه اللي قدامنا دي بتوازي 550 سعر حراري، فانا خدت سعرات حراريه عاليه جدا النهارده. اي كوبايه بس هي في المقابل هي عامله حاجات تانية ما فيهاش سعرات حراريه. اوكي، تمام. طيب، فوائد حليب جوز الهند. اولا هو حليب جوز الهند بيقلل الكوليسترول جدا، بيحافظ على صحه الشرايين. اولا هو كمان عند في ميزه فيه ان هو في احماض دهنيه عاليه جدا. طب الاحماض جميل جدا. طب الاحماض الدهنيه العاليه دي بتعمل ايه؟ الاحماض الدهنيه العاليه دي بتدخل في، طبعا بنستخدمها في حاجات كتير كالشعر والبشره، الحاجات دي كلها، صحه الجهاز الهضمي عندي. طيب انا قلت ده الفوائد بتاعته. يا دكتور، بس مش كل الناس تعرف حليب الجوز الهند، يعني ممكن برضو انا هقول لك ليه ما يعرفوش حليب جوز الهند. يعني اول حاجه، لان احنا هنا يعني الحاله الاقتصاديه بتاعتنا كلنا. أوكي. ما ينفعش ان احنا ندخل فيها حليب جوز الهند مره مرتين ثلاثه في الاسبوع. ده سبب من الاسباب. فالناس اكيد طبعا، في هو على فكره متراوح الاسعار في السوق، لان هو بيدخل في يعني
في معلب وفي يعني بيور اماكن سوبر ماركت. طبعا طبعا معروف جدا. طبعا اكيد معروف، بس هو طبعا بالنسبه للحاله الاقتصاديه ففي بعض الناس عارفاه وفي بعض الناس لا بتستخدم الحليب العادي. لكن ده هو اكثرهم شيوعا مثلا في الدول العربيه. الدول العربيه بتستخدمه كتير بكثره يعني. لا وبيستخدموه في حاجات كتير، في تركيبات للشعر، تركيبات للبشره. لكن هو هستخدمه في ايه؟ هستخدمه مره او مرتين في الشهر لانه بيقلل لي الكوليسترول. لكن لو استخدمته اكتر من كده ده بقى العكس. ده اللي هقوله بقى، انا لما هستخدم حليب جوز الهند هيديني نتيجه عكسيه بقى. لو استخدمته اكتر من مره هيديني نتيجه عكسيه. بدل ما هو هيقلل لي الكوليسترول هيرفع الكوليسترول. ليه؟ لانه فيه احماض دهنيه عاليه جدا. اوكي تمام. طبعا انا هستفيد بالفيتامينات اللي فيه، بس سعراته عاليه جدا، الاحماض الدهنيه اللي فيه عاليه جدا، فهيتسبب في رفع الكوليسترول عندي وزياده الوزن. يعني انا لما بحب ازود وزن حد بكتب له اكثر من مره. بكتب له حليب جوز الهند اكثر من مره. اوكي. يعني الاستخدام بس لازم يكون في رينج وتحت اشراف. ده لازم يكون طبعا تحت اشراف يعني. طبعا. طيب بما اننا طالعين طبعا من العيد واللحمه فاكيد الناس كلت بكتير زي ما شاء الله يعني. فالنهارده عايزين نتكلم عن السمنه. كل مره كنا بنتكلم عن ازاي نخس وازاي اصلا نمشي على نظام غذائي وازاي ناكل ايه وناكل قد ايه والجو ده. النهارده عايزين اصلا نرجع نجيب الموضوع من اوله اصلا، ايه اللي خلانا نبدا او نوصل للسمنه دي. فهنسيب الكوره كده تجري للدكتوره اماني تاني ونشوف بقى هي هتقول لنا ايه اسباب السمنه. وده طبعا سؤال يعني زي ما بيقولوا كده زمان في الامتحانات ده سؤال كبير عليه بتاع 20 30 درجه يعني. فهنبدا كده نشوف الاسباب اللي هي مرتبها لنا ونعرف ايه اكتر اسباب السمنه، وكل واحد بقى ياخد السبب بتاعه ويركبه عليه زي ما بيقول. اتفضلي، ايه رايك في اسباب السمنه؟ هي اسبابها كتيره جدا، لو قعدنا نتكلم من النهارده لبكره ففي اسباب كتير جدا. ده سؤال لونج يعني. بالظبط. بس انا هقول لك اهمهم. يعني انت شوفي رتبهم لنا كده بطريقه سهله الناس تعرفها يعني. بسيطه يعني. اهمهم بسيطة. عوامل وراثيه. تمام. تغذيه خاطئه. عدم حركه، مفيش حركه، مفيش رياضه. نوم متقطع او نوم مش مظبوط، مش بنام في المواعيد المفروض انام فيها. مش بصحى في المواعيد. الصحيان كمان الناس بتتكلم دايما عن النوم، لا الصحيان كمان انا مش بنام في مش بصحى في الوقت اللي المفروض اصحى فيه. بالظبط الطبيعي بتاع المنام. لان انا عندي الصبح دايما جسمي بيبقى الجروث هرمون عالي، فلما اصحى الصبح بدري شويه وابتدي اكل جسمي هيحرق كويس جدا. طبعا بدري ده الساعه كام؟ الصبح بدري لحد 9 مثلا. لا ثواني، هو دكتور كمان بيقولوا دايما افضل رياضه هي رياضه الصبح، يعني دايما بيقول لك عشان الجيم لازم تنزلي الصبح وتمارسي في رياضه. يمكن دي انا عندي خبره فيها اكتر. طيب هو ليه بقى هقول لحضرتك ليه. اوكي. لان الجروث هرمون بيبقى عالي جدا. تمام. الغدد عندي بتشتغل كويس جدا الصبح. اوكي. ببقى خلاص عملت اصلا ريستارت، نمت طول الليل، ده اللي بينام بقى طول الليل وبيصحى الصبح، عشان كده الحرق عنده بيبقى كويس جدا. وبستفيد من اي رياضه، يعني انا لو لعبت رياضه الصبح وبعد شويه اخذت فطار صحي انا مش هتخن. تمام. هتخن خالص. السبب بقى الثاني افراز الانسولين، ودي عايزه اتكلم فيها، مقاومه الانسولين. احنا ظالمين الانسولين معانا جدا. ده هرمون جميل جدا، مهمته ايه؟ مهمته ان هو بياخد الكربوهيدرات بيحولها او السكر بيحولهم للكبد وللعضلات عشان نستخدمها كطاقه. لكن احنا اللي بندخل يعني الجهاز الهضمي عندنا حاجات هو ما بيقدرش يهضم. ان هو يهضمها، فبالتالي مش يهضمها، ما بيقدرش يوصلها بسرعه، بيفضل يلف يلف كده في الجهاز الهضمي مش كميه. يعني مثلا اكل ولا حاجات اكل لا وزي أكل. كمان لا في معلومه مهمه برضو دي مع حضرتك برضو يا دكتور. الاكل احنا متعودين احنا ناكل بسرعه جدا، احنا بناكل بسرعه جدا، فانا سمعت ان الاكل لما يبقى ببطء اكتر وما نشربش جنب بالزبط. الاكل ده بيكون اخف على مش عارفه المفروض تنضغي الطعام قد ايه؟ 22 مره على الاقل. يعني دي معلومه تفيد الناس مهمه جدا جدا. المفروض ان انت من دكتوره اماني نضغ 22 مره الاكل. مش عارف انا مش هتكلم عن نفسي بس نضغ 22 مره مش 2 ولا 3. يعني لا ناكل بالراحه جدا ونمضغ الطعام. ليه؟ لان المسؤول عن مضغ الطعام الفم.
لما الاكل بينزل مش مهضوم مش ممضوم كويس بينزل معدتي هي مش مسؤوله عن مضغ الطعام، فبالتالي بيقعد فتره طويله يتخمر وما بيتهدمش وبيتخمر. تمام. معلومه الميه كمان برضو ان انت تشربي يا قبل الاكل بنص ساعه يا بعد الاكل بنص ساعه. شوفي دي برضو. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، الناس كلها بتقولك ما تشربيش ميه دي بتعمل كرش، لا انا بقول لك اشربي ميه، اشربي كوبايتين ميه قبل ما تاكلي. ايوه قبل الاكل. اولا هتتحكم في شهيتك جدا. الاكل هينزل يتهضم بسهوله. تمام. طبعا الجهاز هتحافظ على الجهاز الهضمي، يعني انا بدي الجهاز الهضمي احب حاجه عنده اللي هي الميه. اوكي. تمام. نرجع بقى وانس ان هي الهضم عندي بقى كويس خلاص. انا الحرق عندي هيبقى كويس. تمام. يعني انت كنت تقصدي ايه بالحاجات اللي بنديها للانسولين زياده عليه، اللي هو اكل ولا حاجات ايه بالظبط؟ سكر. تقصدي زياده يعني كميات؟ ما انا هقول الحاجات اللي بتستفز الانسولين بتخليه يفضل يلف حوالين نفسه ومش عارف ورا بعض. يعني انا مثلا النهارده جبت وجبه فيها ايه؟ فيها مكرونه، فيها بروتين، لا اي بروتين، لحمه فراخ اي حاجه من دي. تمام. فيها سلطه وحطيت بيبسي جنب الاكل. تمام. وكلت الحاجات دي كلها ورا بعض، كل حاجه بتنزل البنكرياس بيضخ انسولين علشان ياخد يحول لسكر ويودي للكبد ويودي لايه ويودي للعضلات، فهو مش ملاحق. انت بتدي له عناصر تقيله مش بيلحق ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش بيلحق يحولها ويوديها للكبد ويوديها للعضلات يستخدمها كطاقه، فبيعمل ده اكيد سبب من اسباب السمنه. وبيجيب تقريبا وبيعمل سكر، يعني ما سكر تايب 2 من النوع الثاني. ده دي بدايه السكر. اوكي. معانا بتكلم اللي هي ايه الاخطار برضو ليه اضرار. دي اضرار بقى، بيبتدي الانسولين يبقى عالي عندي وعمال يلف في الجهاز الهضمي. بنتكلم عن الهرمونات، ايه اخبار الجروس هرمون؟ اللي انا اعرفه الجروس هرمون بتاع النمو، الناس بتكبر بيه، ايه علاقته بقى بالدخنه والسمنه؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ الجروس هرمون ده ايه؟ ده الشباب، ده الحيويه، ده اللي بيحافظ على صحه العضلات، على صحه العظام، على الشرايين، على كل حاجه. الجروس هرمون ايه الصله بينه وبين الانسولين؟ الانسولين عالي، الجروس هرمون على طول واطي. مفيش بقى بطلة عضلية كويسة، مفيش عظم كويس، هتلاقي الالتهابات زادت، هتلاقي كل حاجة زادت. طيب الأنسولين واطي، الجروس هرمون عالي، يبقى كده العظم عندي كويس، مفيش التهابات، مفيش ألم مفاصل، مفيش تجاعيد، مفيش شيخوخة. في ناس تبص تلاقيها عندها 30 سنة بس عندها مقاومة أنسولين عالية جدا والجروس هرمون واطي جدا، فبالتالي بشرتها كلها تجاعيد وشعره أبيض وتحس إن هو لا ده مش 30 يعني. وهاتي حد تاني عنده مثلا 50 بيلعب رياضة وبيشرب مية كتير، بيشرب مية ما بياكلش أي حاجة تستفز الأنسولين. فكرني أقول لحضرتك الحاجات اللي بتستفز الأنسولين اللي هو إيه؟ سكر، بطاطس، والبطاطس حلويات، الحلويات ولا والنشويات. ما انا قلت سكر، بطاطس اللي هي الكربوهيدرات بقى بما فيه رز، مكرونه. بس هاجي عند الرز وهستوقف الرز. أوكي. بكميات. مش كل انواع الرز اللي بتستفز الانسولين، لكن اهمها اللي بيستفز الانسولين السكر الخام والحلويات والعسل. طبعا والعسل في بعض الاوقات. طبعا مش العسل الابيض كويس فنبتدي ناكل منه، لا. جبنا سيره البطاطا من شويه مع الشيف، الشيف بتعمل لنا حاجه مميزه فيها بطاطا باين النهارده. شوربه البطاطا بلبن الجوز الهند، بحليب جوز الهند. طب قول لنا كده بسرعه انت بتعملي الطريقه بقى، عملت الحاجات دي ازاي عشان الناس تعرف؟ طب لحظه بقى، عايز طب لما كانت طريقه الحاجات دي اتكلم عن طريقه عمل الكوكيز عشان تقدر كل ست بيت النهارده تطلع كوكيز احسن من اللي بتاكله بره. تمام. اوكي. اول حاجه احنا طبعا لازم اول حاجه نعملها نطلع الزبده قبليها ب 10 دقائق من الثلاجه ربع ساعه تاخد روم تمبريتشر. دي حاجه. البيض نفس القصه، يطلع قبليها ب 10 دقائق ربع ساعه، الاثنين دول بيطلعوا مع بعض من الثلاجه الاول. اوكي. ثاني حاجه انا بخلط الزبده والسكر مع بعض وبعدين البيض، وبعدين ببتدي انخل الدقيق وانزل بيه بالراحه، مش بعجن، انا بلف. انا بتكلم على كوكيز عاديه جدا بسيطه بسيطه هتعملها ست البيض ليها ولاولادها. تمام. انا لفيت بس بالمعلقه كده
بس ده خبيت الدقيق جوه جزيئات الزبده والسكر. تمام كده؟ خلاص هحطه في الثلاجه وهو على النار يريح ربع ساعه. هيطلع بعد ربع ساعه من الثلاجه، من ربع لنص ساعه يطلع بعد الوقت ده. تيجي اشكله في شكل اللي انا عايزاه بيه، سواء ان كان كور او 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 مربعات، واتيفر الشكل اللي تحبه. اوكي. وهترجع تدخله تاني، هو محطوط على صينيه الخبز، هي دهنت صينيه الخبز وعندها شيت سيليكون، هتحط على صينيه الخبز. ما عندهاش شيت سيليكون هتجيب ورقه زبده. احنا بنقول اقل التكلفه لكل الناس، لكل البيوت يعني. اللي عنده واللي ما عندوش. اللي ما عندوش. وهتبتدي تحطي الكوكيز ده وتحطه على صينيه الخبز، وترجع تدخله تاني الثلاجه 10 دقايق ربع ساعه. أوكي. دخلت الثلاجه وقفل باب الثلاجه، تلف تدور تشغل الفرن بتاعها. اوكي. على درجه حراره 160 او 180. أوكي. على حسب كل واحد عارف الفرن بتاعه قوته ايه. تمام. تمام. هدخله الفرن. دخلت الفرن، الكوكيز بياخد وقت من 10 ل 12 دقيقه، ده الطبيعيه. لو هيلسي كوكيز هياخد من 10 ل 15 دقيقه. أوكي. هعرف منين ان هو بدا يستوى؟ الكوكيز لازم تطلع تشوي. اوكي. يعني ايه تشوي؟ يعني هي الحواف بتاعت وحده الكوكيز من بره بتكون بدات تبقى كريسبي. لا كريسبي او جولدن براون فعلا. أوكي. يعني كراست، عملت كراست وبقى لونها جولدن براون. أوكي. وبعدين هبتدي ان انا من جوه انا حاسه ان هو ستيل عجين، هو مش عجين، بطلعه بنقله على رك شبكه سلك، وات ايفر، مفيش شبكه، في كل بيت في مصر في منخل سلك. هقلب المنخل. أيوة. وهحط الكوكيز عليه واسيبه يبرد تماما. كده بعمل له حاجه اسمها الكاري اوفر كوكينج. هو لسه مستمر في التسويه بتاعته على درجه حرارته هو. موضوع على درجه حراره الكوكيز ذات نفسه. بعد كده ماشي يا دكتور. بعد كده بعد ما يبرد هبتدي اكله. تيجي احس بقى ان هو من بره كريسبي جوه من جوه تشوف لبن وحاجات. طبعا. لا بس ممكن يعني ممكن الشيف الجميله بتاعتنا تقول لنا سريعا المكونات بتاعته علشان الكوكيز بتاعنا احنا اللي احنا عاملينه النهارده 150 جرام دقيق شوفان. اوكي. 50 جرام كاكاو غامق غير محلى، بيكون مر خام. 6 جرام بيكنج سودا اللي هي معلقه بمعلقه الشاي. تمام. تمام. 100 جرام زيت جوز هند لو احنا بنتكلم في صحي، او زيت زيتون. ونسال هنا دكتورة اماني، هل ينفع نبدلهم بزبده؟ الزبده بالزبده في ان احنا نطلعه صحي هيلثي، هي بتتكلم عن هيلثي. على الهيلثي ينفع نبدله بزبده؟ ينفع. تمام. وهنحط هنا حاطين 115 جرام عسل اسود. لا بس كده دخلنا ما دخلناش الهيلثي، يعني عسل اسود. لا العسل الاسود لو اتعرض لنار طبعا مش بيبقى هيلثي خالص. بس احنا ما عندناش بديل، يعني هو ده يعتبر يعني انا ما اعرفش برده. بس سعراته هتبقى عاليه شويه. سعراته مش وبيبقى ياخدوها يوم الفري، يعني ممكن يوم الفري هيلثي. هياكل كوكيز يا جماعه ولازم واحده بيضه. لا وانا عايزه برده اقول لك معلومه من غير قطع كلامك، هو الشوفان في حد ذاته برده من العائله الجلوتينيه، يعني في جلوتين عالي. يعني الناس فاكره ان الشوفان ما فيهوش جلوتين، لا الشوفان فيه جلوتين، لان هو ما بيزرعش دلوقتي في مزارع، كان زمان بيتزرع في مزارع صافيه شوفان بس، لا دلوقتي لا الشوفان داخل فيه شوفان. والاصح ليكي بالنسبه لك يعني يا دكتور يتاكل مره ولا مرتين في الاسبوع بكثير؟ يعني الشوفان لو اخذتي منه كل يوم هو مش مضر. أوكي. بس هو من العيله الجلوتينيه، يعني في نسبه بسيطه من الجلوتين، يعني مش يوميا. لا بس ممكن احطه في الحميات، يعني انا بحطه في الحميات الغذائيه. أوكي. من بامان من غير ما اخاف منه. عندي سؤال علشان اوكي اتفضلي. 75 جرام هنا دارك شوكليت. دارك شوكليت دي بجيبها اللي هي نسبتها 70% 70% كوكو. علشان خاطر اقل من كده بيكون فيه نسبه زبده وفي نسبه دهون بمعنى اصح وسكر في تكوين الشوكولاته، فانا بجيب ال 70% كوكو اللي هي اقل شوجر واقل بتر. اوكي بس انا عندي سؤال دكتورة اماني، علشان قبل ما الوقت يسرقنا هو تقريبا فاضل 5 دقايق، عايز اسالك ايه موضوع ان انا اكل وجبه فتخن؟ ده انا سمعت عنه وريت عنه قبل ما اجي، يعني ما هو ده استكمالا يا دكتور. حلو السؤال ده. فقولنا ده كده في اجمالا في دقيقتين عشان هقول لحضرتك. هو استكمالا اللي كنت بقوله، انا كنت لسه بكمل موضوع هرمون الانسولين. ازاي انا بتخن من وجبه واحده؟ يعني انا النهارده ماشيه على نظام غذائي، اخذت النهارده فري، ودي بقى ايه خدعه الفري. مفيش حاجه اسمها وجبه فري ومفيش حاجه اسمها يوم فري. النهارده انا اخذت وجبه في اليوم الفري بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن همبرجر او بيتزا، وبقول ده اليوم الفري بتاعي.
طيب ما انا لما نفس الحكايه اللي انا كنت بحكيها دلوقتي، الانسولين مش يعني بنكرياس هيضخ انسولين مش هيقدر ان هو ياخده يوديه للكبد ويوديه للعضلات يقدر يحوله لسكر. يعني انا جيت في اليوم الفري ودمرت كل حاجه. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول حاجه بتوصل للدم للخلايا هي البروتين، دي اول حاجه الجسم بيطلبها. بعد كده بياخد بقى الكربوهيدرات علشان خاطر ايه يحولها ويوديها للكبد طبعا بياخد وقت. دي الوجبه اللي الدهون حصل لها ايه؟ جمعت. اللي في الوجبه اتجمعت حصل لها ايه؟ تخمر. تخمر الدهون تخمرت، فما بيقدرش ان هو اول حاجه بيعملها بقى بيوديها للعضله الضعيفه. خد بقى الدهون المتخمره دي، وايه العضله الضعيفه عندنا؟ البطن والجنين. تمام، دي كل الستات بتعاني منها. كل الرجاله بقى مهم سريع برضو علشان نختم بيه الحلقه، معلش ممكن تكلمينا سريعا على الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع، طب بصي انا هقولهولك بموجز كده سريع، هو عايز حلقه. اوكي اتفضلي. الناس في مصر فهمت الصيام المتقطع ان هو ان هو نظام عشان اخس. اوكي غلط خالص، هو الصيام المتقطع بريء من ده خالص. يعني الصيام المتقطع ده اتعمل علشان تنظيف الاجهزه بتاعه جسمي، ديتوكس لجسمي. أوكي. زائد ان انا بعمل برضو بقول بعمل ريستارت لجسمي بيه، وما بيستخدموهوش. والغريبه ان هم بيستخدموه بطريقه خاطئه. يعني ايه؟ يعني هو له نظام. طبعا نظام عالمي كمان. يعني في علم التغذيه الصيام المتقطع لازم اول اسبوع استخدمه 5 ايام، ثاني اسبوع هستخدمه 3 ايام، الاسبوع اللي بعديه يوم. يعني هو مش مجرد مش دايم اخس بيها، لا. ده لازم دكتور يقول لي انا بعمله كذا وكذا. انا بعمله ده ممكن يكون دي اول ستيب في الصيام المتقطع. احنا كده غالبا اول ستيب في نزول الوزن. هنكمل كلامنا عنه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. يعني في النهايه انا طبعا بشكر دكتوره اماني وناهد والشيف الجميله دعاء. انا هستناكي بره يعني مش علشان همشي. تدوق انا قاعد بره. احنا لازم ندوق، لازم ندوق الاختراعات اللي انت عاملاها لنا. وبشكر دكتوره اماني. وفي النهايه برضو الكلام بتاع الصيام المتقطع ده يا جماعه، يعني هو في الاخر مجمل كلامنا كل حلقه، ما تعملش حاجه من نفسك ومن دماغك، روح لدكتور، روح لحد متخصص يساعدك يشرح لك يقول لك تعمل ايه. في النهايه بشكركم جدا على متابعتكم لينا والحلقه الجميله دي والضيوف اللي منورينا. اتمنى تكونوا انتم كمان استفدتوا. ميرسي يا ناهد، ميرسي يا دكتوره اماني. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. والفقره اللي جايه شيقه جدا، استنوها، ندى ثروت والدكتوره دينا سرور، وحلقه جامده جدا، انتظرونا. مع السلامه. أيوة. مساء النور مشاهدي قناه الصحه والجمال، اهلا بيكم وحلقه جديده من قعده الدكاتره. كتير من البنات بتعاني من مشكلة تكيسات المبايض، كتير كمان من الأمهات بيتمنوا لو يقدروا يحددوا نوع الجنين أثناء فترة الحمل. معانا النهاردة دكتور دينا سرور، أخصائي النساء والتوليد وعضو الأكاديمية الأمريكية للتجميل والليزر. أهلا بحضرتك دكتور دينا. الحمد لله، أخبارك إيه؟ معانا كمان الشيف الجميلة أستاذة دعاء الراعي. أهلا بيك. أهلا بيك يا رنا، عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيبة. دكتور دينا، كنت عايزه اسال حضرتك كده في البدايه تعريف سريع عن تكيسات المبايض. تمام. بصي، هو تكيسات المبايض طبعا يعني هو ذا موست كومن ديزيز بالنسبه يعني اشهرهم بالنسبه لامراض النساء والولاده، وبيجي للبنات وللستات وللسيدات وكل تقريبا من اول ما البنت تبدا تبلغ بعديها بسنتين كده بتبدا ممكن يجي لها المشكله دي. فهو حاجه كومن قوي، ممكن انها تتكرر في كل العيادات. هو عباره عن اضطراب هرموني بيحصل للمبيض، بتبقى ملازمه، يعني بيبقى معاها كذا متلازمه، بيبقى معاها كذا ديزيز تانية. وبتبدا البنت بتشتكي، اول عرض بتيجي بيه العياده هو عدم انتظام الدوره الشهريه. كل ما بنعالج المرض ده بدري كل ما بتبقى نتائجه احسن كتير، لان هو مشكلته اللي هي بتيجي برضو بعد كده السيده بيها ان هو بيأخر الانجاب. بتلاقي المشكله ان بتبدا الست تتاخر في الحمل، فهو ده برضو السبب التاني اللي بيجيبها. يعني هي لو بنت بتبدا الدوره الشهريه بتتاخر او ما بتجيش او فيها اضطرابات فبتبدا تيجي العياده، او انها تبدا اول ما تتجوز يتاخر الحمل فتبدا تدور ايه المشكله فبتجي لنا برضو العيد. بنات كتير يا دكتور فعلا من قبل يمكن الجواز كمان بيبتدوا يبقى موترهم قوي لما يعرفوا ان هم عندهم المشكله دي، بيوترهم قوي فكره ان هم ممكن يعني الانجاب عندهم يتاخر بشكل كبير. عايزه برضو حضرتك تقول لنا ده ممكن ياثر قد ايه، يعني بنسبه قد ايه انه فعلا ممكن ياثر ان البنت تتاخر في النهايه تخلف. تمام. بصي، هو التكيس هو يعني بالاسم كده هو حاجه بتخوف شويه بالنسبه للبنات، بس احنا بنطمنهم ان هو مش بيخوف ولا حاجه، هو مجرد اضطراب هرموني وليه علاج.
بيبقى زي ما اتفقنا ان هو بيبقى جايب كذا سيمتومز، يعني جايب كذا عرض معاها، فكل الحاجات دي ليها علاج. هي مجرد انها بتيجي العياده وبنديها ادويه معينه، هرمونات بتنظم لها الدوره الشهريه، بنبدا نحلل هرمونات معينه، هرمونات الانوثه، هرمونات التستوستيرون، هرمون الذكوره، بنتابعها بالسونار نتاكد ان المبايض ابتدت تشتغل سليم، وان المبيض ابتدى يفرز بويضه سليمه شهريا، وهو ما بيبقاش ضعف تبويض. يعني التكيس المرض عباره عن ايه، عشان برضو بيبقى فيه لبس ما بين التكيس وانه كيس على المبيض. يعني دايما بيجي لي العياده تقول لي يا دكتوره انا عندي كيس، اقول لها لا ده تكيس. التكيس اولا نعرفه، هو بتبقى البويضات صغيره جدا بحيث ان كل شهر ما بتقدرش البويضه تطلع من المبيض علشان يحصل حمل، او ان الدوره الشهريه تنزل حتى لو بنت لسه ما اتجوزتش. فان احنا نعالج السايكل دي اللي هي ان يجي لها الدوره الشهريه بانتظام، وان تبدا بويضه سليمه تطلع، والبويضه دي لما يحصل جواز او لو هي اوريدي متزوجه يبدا يحصل منها حمل، هو دي الفكره من العلاج. بس في اعراض تانية كتير بتبقى برضو معاها بس ممكن ما تجيبهمش العياده، زي مثلا اتفضل. طيب يا دكتور، بس عايزه بس اسال حضرتك الاول، هو ممكن عادي بنت تكون عندها المشكله دي وما يبقاش عندها اي مشكله في الانجاب، يعني تحمل بشكل طبيعي؟ طبعا كتير قوي ما ياثر عليها. كتير بنقابل، لان نسبه التكيسات اولا بيبقى نسب، يعني ممكن يبقى في تكيس شديد قوي، بيبقى في ريزيستنس شويه في العلاج، وبنعالجها شهور وساعات احيانا سنين، وساعات نلجا للمنظار الرحمي المنظار البطني علشان نعمل كي في المبيض، احيانا بيحصل كده، واحيانا بتبقى موضوع سيمبل قوي، حاجه بسيطه ان هي مجرد انها تاخد علاج هرموني او انها تاخد حاجات منشطات او كده فتبدا انها تحمل على طول. تمام. طيب من الاعراض برضو اللي حضرتك كنت بتقولي ان هي بتظهر، ممكن في بنات بيلاحظوا فجاه ان شعرهم بيقع بشكل مبالغ فيه شويه، ممكن يبتدي يظهر حبوب على البشره ودي مش طبيعه بشرتهم، ممكن كمان يلاحظوا، دي حاجه بتبقى يعني مش لطيفه ابدا بالنسبه لهم، نمو زياده في شعر الجسم للبنت. بالزبط. دي كلها اعراض من اعراض تكيسات المبايض، صح؟ اكيد. ايوه، وانت برافو عليكي يا ندى ما شاء الله، لان هي فعلا دي الاعراض اللي برضو هي البنات ساعات بتغفل عنها. يعني ممكن تتوجه مثلا لطبيب جلديه ان هي عندها حبوب كتير في بشرتها، او انها مثلا بتعمل ازاله للشعر باي طريقه وتلاقيها بنها بتطلع بسرعه، او ان هي مثلا زادت في الوزن برضو وهي ما كانتش كده، او كسل او خمول، او حتى توصل لحد انها ممكن يجي لها ديبريشن اكتئاب في بعض الاحيان وهي ما كانتش كده. فكل الحاجات دي برضو مش بس تاخر الحمل، مش بس لخبطه الدوره الشهريه، لا، الحاجات دي لازم تخلي البنت دايما تتوجه حتى لو بنت قبل الجواز، لان زي ما اتفقنا كل ما بنعالج المشكله بدري كل ما بتبقى نتيجتها حلوه قوي في العلاج، ولما تتجوز ما تتاخرش ان شاء الله في الحمل. تمام. وكل يعني حاجه ليها علاج ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك تنصحي اي بنت دلوقتي بتتفرج علينا انه لما يظهر عليها اعراض زي تاخر الدوره الشهريه او ظهور نمو كتير في شعر الجسم، او سقوط شعر او ظهور حبوب، دي كلها اعراض تخلي ان هي تبقى محتاجه تحلل مثلا، او تيجي العياده للدكتور تسال على تكيسات. اكيد. ومعاها طبعا لو في لخبطه في الدوره الشهريه، وبالذات لو في تاخر في الدوره الشهريه، وبرده بنعمل تحاليل هرمونات لما بتيجي العياده، وسونار طبعا عشان ناجل التشخيص، وكمان بنطلب تحاليل بقى اللي هي للانيميا والسي بي سي، وتحليل فيتامينز، لان ممكن الحاجات دي كلها برده تبقى ريليتد للموضوع ده. وخلي بالك برضو ان نقص فيتامين دي، نقص لو نقص حديد، الانيميا ممكن تاثر، حتى انها ممكن تخلي البي سي او اللي هو التكيسات، مرض التكيس ده مقاوم شويه للعلاج. فهو سايكل لازم نظبط كل حاجه، حتى هرمون الانسولين اللي في الجسم لازم ان احنا ندور عليه، لان زي ما احنا قلنا هي متلازمه، يعني فيها كذا حاجه مرتبطه ببعضيها. تمام. اوكي. طيب نرجع للتشاف دعاء. ايه الاخبار؟ عايزين نعرف كده عامله لنا ايه النهارده. بصي، طبعا الكوكيز انا اتكلمت عليه مع استاذه اماني. تمام. دلوقتي بقى احنا بنعمل ايه؟ عملنا السلطه. السلطه دي مكونه من القمح بتاع البليله المسلوق، وعليه طماطم وعليه بصل احمر، واحنا هنا بنستخدم بصل احمر في السلطه، ما بنستخدموش على النار، بنستخدم البصل الابيض. معلش يا دعاء قطعتك، بس فعلا البصل الاحمر والبليله من الحاجات اللي بتزود اول خصوبه، يعني هنبقى نتكلم بعدين عن الحاجات اللي بتزود الخصوبه. انا اول مره اسمع المعلومه دي من حضرتك. كل الحاجات الحمراء بالذات البصل الاحمر والفواكه الحمراء وكمان البليله من الحاجات اللي بتزود الخصوبه. جدا 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 ان هي تعمل لنا اكل نحافظ بيه على وزننا وصحتنا. لا كده تمام. فدي بليله، دي قمح البليله، انا وده بصل احمر وطماطم وبقدونس وزيتون اسمر. حلو. تمام. والدريسنج بتاع السلطه بتاعنا ليمون مستردة، وليمون ومستردة وزيت زيتون وملح وفلفل. تمام. المفروض ان المقادير تنزل، بس مش عارفه هي نزلت ولا لسه بصراحه. اوكي. تمام. ده كده. ومعانا بعد كده التشيكن كاري. التشيكن كاري هقول لك بقى بالظبط بالمقادير بتاعتها. دول 750 جرام فراخ،
صدور احنا مستخدمين الصدر عشان نسبه البروتين فيه بتكون اعلى شويه من الورك، تمام. ومعانا 30 جرام زبده و30 جرام زيت زيتون، ومعانا 100 جرام فلفل احمر رومي متقطع، ومعانا حمص 250 جرام حمص مسلوق، لان برضو الحمص من النباتات اللي بروتيناتها عاليه قوي، اعلى بروتين نباتي. ومعانا بصل ابيض وثوم وجنزبيل، كل حاجه من دي. البصل الابيض حاطين 30 جرام، الثوم 5 جرام، الجنزبيل 5 جرام، 5 جرام كاري باودر، 2 جرام شطه، 2 جرام كمون، 2 جرام كزبره، 50 جرام معجون طماطم، 400 جرام لبن جوز الهند او وحده لبن جوز الهند اللي هي الكان. تمام تمام، هنستنى برده المقادير تظهر على الشاشه دلوقتي. تمام تمام، ميرسي يا شباب. دكتور دينا، هرجع لحضرتك في موضوع يمكن متداول جدا دلوقتي في برامج كتير وعلى الانترنت، هو علاقة نوع الاكل بتحديد نوع الجنين. أيوة. هي يمكن حاجة جديدة علينا شوية، بس بدأت مؤخرا تبقى يعني ناس كتير بتتكلم عليها، بتسأل عليها كمان. تمام. بصي، هو مبدئيا بس عشان ما يحصلش لبس، هو ما فيش حاجة دراسة او بيبر مكتوبة مثلا ان في علاقة ما بين نوع الجنين اللي بتاكله الام نوع الغذاء. تمام. اللي بتاكله الام وبيأثر على البيبي انه كان بنت او ولد. تمام. احنا عارفين برضو ان التحديد النوع دوت طبعا كله بارادة ربنا اول شيء. تاني شيء اللي بيبقى الحيوان المنوي اذا كان واي او اكس، بالظبط ده اللي بيأثر اذا كان هيبقى بنت او ولد. بس احنا يعني الدراسات اللي بتتعمل دلوقتي اللي هي بتقول ان احنا بندي فرصه ان الحيوان المنوي الذكر انه يعيش في الرحم الام مده اطول او في قناه فالوب لحد ما يبدا انها تتلقح مده اطول من الحيوان المنوي مثلا الانثى، انه مثلا لانه اوريدي الانثى بتستحمل شويه حتى في حتى في البيضات. تمام. يعني حتى في الحيوانات المنويه بتستحمل شويه، لما تيجي تتلقح بتاخد وقت اطول. فهو بس الفكره في كده ان في اكلات معينه بتخلي الجسم حمضي، الحمضيه دي بتيجي اكتر مع بتخلي الحيوان المنوي الاناث بتعيش فتره اطول، الحيوان المنوي الذكور دايما بيبقى اضعف بيعيش فتره اقل في المهبل بتاع المرأة وفي قناة فالوب لحد ما يحصل التلقيح، فده بيعيش فترة أقل شوية. فده بنديله زي ما الضيف كده بيجينا، فبتديله الحاجة اللي هو بيحبها، بس هي دي الفكرة. لكن هي مش دراسة، يعني مش مفيش بيبر، مفيش حاجة دوكيومنتد ان احنا نعتمد عليها، لكن هي كلها تجارب، اذا كانت تجارب في العيادة او تجارب في المستشفيات او كده. بس بصراحة يعني انا مجرباها في العيادة، ما شاء الله نتائجها فعلا كويسة، يعني فعلا ممكن ان احنا نبدأ نعمل دراسة او بيبر ان احنا نتكلم في الموضوع ده. طيب دكتور، طب بالنسبة للحيوان المنوي واي او اكس كده، افهم من كلام حضرتك انه ده بيحتاج ان الام تبتدي تمشي على نظام اكل معين من قبل الحمل بفتره، صح؟ ايوه اهو. طب تقريبا قد ايه؟ يعني لما بتيجي ام لحضرتك تقول لك انا عندي ولد ونفسي في بنت، او عندي بنت ونفسي في ولد، بتساعديها في ده ازاي؟ اول حاجه نفسيا بساعدها نفسيا، لان زي ما اتفقنا هو مش 100% اكيوريت، يعني مش صحيح 100%. يعني بتساعديها نفسيا تتقبل ان هي تتقبل بنت او ولد، كله اراده ربنا وكله الحمد لله نعمه. لكن احنا بنقولها احنا هنجرب، بنديها مثلا فرصه شهرين ببعض الاكلات المعينه اللي بتزود الحموضه في منطقه المهبل او القلويه في منطقه المهبل. شهرين قبل ما تبدا تفكر في الحمل. ووقت المتابعه طبعا لازم في الحاله دي بنتابع التبويض كويس قوي بالسونار عشان نبدا نشوف البويضه هتخرج امتى، امتى يحصل الجماع بعديها، السونار المهبلي او السونار وسونار البطن برده بنبدا نتابعها بانتظام. يعني ممكن تجي لي العياده يوم بعد يوم، وزي ما اتفقنا دي احنا بنجرب، مفيش حاجه اكيد، مفيش حاجة 100%، وكلها مجرد تجارب، مفيش حاجة علمية. لكن احنا يعني هي لو متقبلة انها تجرب بتجرب. لكن المريضة اللي بتيجي مثلا لا انا عايزة مفيش حاجة كده، حتى الحقن المجهري نفسه اللي هو يعني نسبة النجاح فيه عالية جدا، بتوصل مثلا ل 99.9%، بيحصل 1 من 10% نسبة فشل، فهماني؟ لان ده كله بإرادة ربنا. لكن هي لو متقبلة انها تجرب حاجة زي كده، او انها تمشي على النظام الدايت دوت قبلها بشهرين، وانها تتابع مثلا في مدة شهرين في العيادة، ناس كتير ما شاء الله بتتقبل جدا وبتبقى نتائجها كويسة ان شاء الله. طب ممكن اعرف من حضرتك يا دكتور كده سريعا، ايه الاكلات اللي بتساعد الام ان هي تكون البيبي ده بنت او يكون ولد؟ تمام. زي ما اتفقنا هي نسبة الحمضية ونسبة القلوية في الجسم. تمام. الحاجات اللي بتخلي الجسم حمضي هي اللي فيها نسبة كالسيوم عالي، يعني مثلا الألبان، الجبن. لو بقى في حد من المشاهدين بقى عايز بنت بقى يكتر بقى من الحاجات اللي فيها نسبة اللي هي ألبان جبن، منتجات الألبان كلها. تمام. وبرضو باللحوم برضو بس بنسبة أقل شوية. تمام. الدجاج برضو أكتر. بعض الفواكه زي برضو الفاكهة، التفاح، الحاجات اللي هي فيها حموضة عالية زي مثلا البرتقال، الفيتامين سي، الحاجات
الحاجات دي كلها بتساعد على ان الجسم يبقى حمضي. العكس بالظبط الولد، ان انا عايزه الجسم قلوي في الفتره اللي انا عايزه يبقى فيها التبويض يحصل للسيده دي. طبعا هي والمبيض ملوش علاقه زي ما اتفقنا، واحنا بس بنريح الحيوان المنوي. أوكي؟ اوكي، لكن بتبقى الحاجات القلويه دي بتبقى العكس، يعني نقلل بقى منتجات الالبان، مش بس ما نمنحهاش طبعا، لان الفيتامين دي مهم، كالسيوم مهم، كل ده بيبقى موجود في الحاجات اللي احنا بناكلها للبنات، بس بنقللهم شويه. طبعا انا بمشي على نظام غذائي معين، وبنزود مثلا البروتين زي اللحوم، وبعض الحاجات اللي فيها بوتاسيوم عالي زي الفواكه زي الموز مثلا والمكسرات والمشمش وبعض الاكلات كده، تمام. وانها تتغذى كويس ونديها بمالتي فيتامينز، لان هو بيزود الخصوبه عامه، يعني عايزه البويضه تبقى كويسه وتقدر انها ان شاء الله باذن الله يحصل حمل يعني، تمام. وفي بعض لما بنيجي نتابعها في العياده بنبدا بقى نديها بعض الغسولات المعينه، وممكن لبوس معين بنستخدمه وقت الجماع قبليها، بيبقى زي النظام كده بتمشي عليه. وزي ما اتفقنا دي بتبقى تجارب، يعني احنا بنجرب وان شاء الله بنسبتها بتبقى عاليه في النجاح. بالزبط. اكيد هي يعني نسبتها عاليه في النجاح، بس ما فيش حاجه يعني سبحان الله، زي ما قلنا حتى الحقن المجهري ما بيبقاش 100% اكيد، تمام. وكله طبعا سبحان الله ده رزق من عند ربنا، وبنت اولد كله نعمه، بس في ساعات البني ادم كده بيبقى نفسه في بنت، نفسه في ولد. يعني بالظبط. تمام. طيب دكتور جيردين، هنرجع تاني لتكيسات المبايض. من الاعراض برضو اللي يعني بتعملها انه ممكن ظهور بقع داكنه كده في بعض المناطق في الجسم، تمام، زي الكلف، شبيه كلف الحمل كده، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي لازم تروح فيها العياده. تمام. طيب حضرتك كان عندك وصفه ليها تقدري تساعدي بيها البنات برضو ان هم يستخدموها؟ هي دي، بصي الوصفه دي هتفيدهم قوي للناس، البنات اللي عندها تكيسات وفي كلف مثلا ظهر في جسمهم، او حتى الحوامل، يعني حتى الحامل اللي ممكن انها برضو في غمقان او حاسه لون البشره فيه مختلف، بتبقى سهله قوي، ممكن تبقى في البيت موجوده، ان احنا بنجيب معلقه زيت لوز، وبنحط عليها معلقه لبن باودر ونص معلقه ميه، وبندوبهم مع بعض لحد ما يبقوا زي الكريمه كده، وبتحطي عليهم بعد كده معلقه من الرز المطحون، معلقه صغيره، او معلقه من النشا، نشا الطعام العادي، او رز مطحون، وبنطحنهم بحبه ميه لحد ما يبقوا زي الكريمه، تدينيهم على المنطقه اللي هي فيها الكلف مرتين ثلاثه في الاسبوع، بنحطهم نص ساعه وبعدين نغسلهم بميه دافيه. دي بتساعد كتير قوي انها تتحسن البشره. نتيجتها قد ايه يا دكتور تقريبا؟ يعني مثلا بنقول انها 60-70%، تمام، كانها تفتيح. وبالذات مثلا لو واحده مثلا عامله اوريدي تقشير في العياده، او عايزه تحافظ على الجلسه او كده، بتبقى حلوه قوي النتائج دي بعد الجلسات كمان. تمام. دي بتستمر عليها قد ايه؟ ممكن يعني من بعد قد ايه تبتدي تلاحظ النتيجه بتاعتها؟ من بعد اول جلسه بتلاقي اكيد فرق، يعني من اول مثلا ما هي بتبدا تعمل الجلسات ديت في البيت بتلاقي في فرق واضح بيبدا يبين. تمام. طيب نرجع للشيف، ايه الاخبار؟ اخبار الاكل كده خلصنا؟ تمام. الاكل بتاعنا ده التشيكن كاري اللي كنت بكلمك عليه. اوكي. وده باقي من ده عامله حسابي في بليله، كنا بنعمل بليله تقريبا في البليله. تمام. في القمح البليله، فاخدته حطيته في على النار بمعلقه زبده صغيره. أوكي. وحطيت عليه القمح وملح وفلفل، وحطيت عليه الكاري. ممكن ان احنا التشيكن كاري ممكن ناكله كده، ممكن ناكله كده. تمام كده. يعني ده تقريبا تشيكن كاري بس من غير اي حاجه معاه؟ ده من غير اي حاجه، ده تشيكن كاري بالصوص بتاعه بخضاره. تمام. ده هنا انا ضفت عليه بس معلقتين اتنين من القمح البليله المسلوق، وسخنتهم بس على ممكن عرب. لو حد برده ما بيحبهاش مثلا يستبدلها بالفريك، او يستبدلها بالفريك، يستبدلها بالبرغل، يستبدلها ممكن ايه؟ كنت حضرتك عملت لنا قبل كده، ممكن نستبدلها بفريك، ممكن نستبدلها ببرجر، ممكن نستبدلها، كانت لسه استاذه اماني كانت بتتكلم على انواع الرز اللي احنا ناكلها، نستبدلها باي نوع رز. أوكي. من اللي قالت عليهم استاذه اماني ينفع ناكلهم. ودي شوربه البطاطا بالحبهان ولبن جوز الهند. تمام. دي برضو اعتقد هي هيلثي شويه. هي هيلثي شويه. هي احنا بس اول حاجه بنعملها معلقه زيت زيتون اللي هو 30 جرام زيت زيتون، نحطهم في قلب الحله، وبعدين بننزل بال ثواني هقول لك بقى بالظبط المقادير بتاعتها، بالظبط الرسمه بتاعتها، 5 جرام حبهان مطحون، بناخدهم سوتيه في قلب الزيت، وبعدين بننزل ب 3 جرام جنزبيل مفروم، وبعدين بنقلبهم مع بعض دقيقتين، وبعدين بننزل بالبطاطا ونقلب، وبعدين بننزل عليها بالمرق 250 جرام مرق الدجاج. مرق الدجاج معموله في قلب البيت، ما بنستخدمش مرق الدجاج المصنع حفاظا على صحتنا. تمام. وبنحطينا لبن جوز الهند اول ما استوت، اول ما البطاطا استوت ضربتها بس ونزلتها. تمام. وده كزبره يعني جارنيش، وده برده كزبره جارنيش. تمام. ميرسي.
طيب دكتور دينا، عايزه اعرف من حضرتك بالنسبه للمشاكل اللي بتحصل من تكيسات المبايض زي نمو الشعر الزياده والبقع والحاجات دي كلها، عايزه اعرف برضو من حضرتك ايه الجلسات اللي ممكن في العياده بنعملها تساعد في ده يعني. بس اعتقد انه الليزر برضو لو بنت بدات تعمل ليزر وهي مش معالجه المشكله الاساسيه مش هيجيب معاها نتيجه، صح؟ صح بالظبط يا ندى. بصي، هو طبعا هو الليزر من احسن الحاجات اللي هي ممكن انها تجيب نتيجه بالذات في البي سي او في تكيسات المبايض، بس زي ما حضرتك قلتي لازم نعالج يعني. دايما في بنات مثلا يعني وهي في الجلسه تبتدي تعالج قبل ما نبدا الجلسات بندي علاج هرموني، ان هو عشان خاطر دي تبدا السايكل زي ما قلنا، السايكل اللي هي الدايره دي تبدا انها تتقفل وتبدا ان نمو الشعر الطبيعي يبدا يظهر. هيقلل قوي ماديا معاها، حتى الجلسات هتقل قوي معاها، وكمان الكلف ممكن انها تبدا تعمله تقشير لان اللون ممكن ان هو ياخد وقت شويه ان هو يرجع لطبيعه البشره حتى لو اتعالجت، فممكن انها تعمل بيه تقشير كيميائي او تقشير البارد، ده هيفيدها قوي مع الوصفات الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها، بس اهم حاجه انها تعالج المشكله زي ما اتفقنا. طيب يا دكتور، حضرتك وانت بتتكلمي كده على الاعراض، هي شويه الاعراض مشابهه لاعراض الغده يعني الخمول، زياده الوزن، ممكن كمان زياده الشعر في بعض الاماكن، دي كلها قريبه قوي من اعراض الغده. الغده الدرقيه، ايوه، لو فيها كسل ممكن. ازاي طب ازاي نفاجئ ما بين ده وده؟ التحليل الهرموني وبرده نظره الطبيب يعني. لما بتيجي العياده مثلا الغده الدرقيه بيبقى في تورم في اسفل القدم، بيبقى السن برده في عامل وراثي شويه في العيله، ان هو بيبقى فيه بعض الام او الخاله او كده عندها خلل في الغده الدرقيه. كمان ان احنا اكيد بقى في حاجات مساعده زي السونار مثلا، ان هو بيشخص لي على طول ان ده تكيس، او ان احنا بنعمل مثلا اثناء الدوره الشهريه بعض التحاليل زي ال اتش والاف اس اتش وتحليل التستوستيرون وتحليل طبعا الغده الدرقيه. والغده الدرقيه دي حاجه مهمه قوي في الحوامل وفي قبل الحمل. في الحوامل يا دكتور بتؤدي، ممكن بتؤدي للاجهاض وتشوه الاجنه، صح كده؟ ممكن تعمل اجهاض، لان هي بصي هي بالظبط زي الدينامو كده اللي بيشغل الجسم، الغده الدرقيه برغم انها غده صغيره وكده لكن هي فعلا زي الدينامو يعني. ممكن برضو لو حد بيعاني من مشكله في الاجهاض ده يخليه يعمل تحليل الغده، لان دي ممكن حاجه ما بتبقاش باينه قوي، بيدور يعني دايما الام بتدور على حاجات كتير بس ما بيجيش في بالها قوي الغده، ممكن ده كتير. انا في حاله جات لي كده، جات لي لفت على دكاتره كتير قوي وعندها ريكارنت ابورشن، بالظبط اجهاض متكرر، وفي الاخر طلبنا لها تحليل وقلت لها طب اعملي الاول عملتي تحليل الغده الدرقيه، قالت لي لا انا ما حدش طلبه، وبعدين عملنا لها لقينا ان عندها كسل شديد قوي، فكده معناه ان اوريدي خلاص الطاقه بتاعتها مش قادره، البيبي مش قادر يتغذى، مفيش غذاء واصل للجنين، لان زي ما قلنا ده الدينامو ده اللي بيحرك الطاقه يوصلها لكل اعضاء الجسم. تمام دكتور دينا، انا بشكر حضرتك جدا، اتشرفت بيكي وانا فرحانه والله. شيف دعاء، ميرسي جدا لحضرتك على الاكل الجميل، دايما بتعملي لنا اكل يساعدنا ان احنا يعني ناكل ونستمتع بالاكل، يا رب نفس دايماً. الوقت ان احنا نحافظ على جسمنا وحسن ظنكم وعند حسن ظن الجمهور يا رب. تسلم ايدك. اعزائي المشاهدين، متشكرين جدا ليكم على حضوركم حلقاتنا، ويا رب نستناكم ان شاء الله دايما في حلقه جديده، وميرسي ليكم.